بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة وعبرة. اليوم الموضوع ديالنا غادي يكون على الموهبة. حتى واحد منا ما كامل، وحتى واحد منا ما خلق الله بدون شي حاجة كيتميز بها. لكل ما يسر له، خصنا غير نلقاو الموهبة ديالنا نستثمروها، توكلوا على الله وغادي نمشيو بعيد في المجال ديالنا بإذن الله. قصتنا اليوم هي قصة اللاعب البرشلوني المشهور ليونيل ميسي. ليونيل ميسي كان كينتمي لعائلة فقيرة في الأرجنتين. الأب ديالو كان كيخدم في واحد المعمل، أما الأم ديالو كانت كتشتغل كعاملة نظافة. ملي كان عنده 9 سنين اكتشفوا أن ميسي كان عنده مشكلة في الهرمونات ديال النمو، هادشي علاش ما كانش كيكبر. العلاج ديالو كان كيسوى 900 دولار للشهر، لكن العائلة ديالو كانت فقيرة، هادشي علاش ما غاديش تقدر تدفع المصاريف ديال العلاج. رغم ذلك قررت الأم ديالو أنها تقلب على خدمة تانية باش تقدر توفر المصاريف ديال العلاج. للأسف هادشي ما كانش كافي، وميسي ما قدرش يتعالج في ديك الفترة. ميسي كان كيبغي بزاف كرة القدم، وكان كيلعبها رغم الإعاقة ديالو. الدراري اللي كان كيلعبوا معاه كانوا ديما كيضحكوا عليه، حيت هما كانوا طوال وهو كان قصير. لكن ميسي ما توقفش على الكرة، وكان كيلعبها مزيان، ووالديه كانوا كيشجعوه بزاف، واخا ما كانش كيبان مستقبل في هذا المجال لميسي بسبب الإعاقة ديالو. واحد النهار جا واحد من مكتشفي المواهب من نادي اف سي برشلونه الارجنتين، تما كشف ميسي وعجبو. قالوا ليه راه هذا ما غاديش ينفعك حيت مريض، لكن هذا الراجل عجبو ميسي ومشى يهضر مع والديه. قال لهم الى مشى معايا لاسبانيا غادي نعالجوه، ولكن خصو يمضي معايا عقد مع نادي اف سي برشلونه. قبلوا والديه ومشى معاه، وفعلا داكشي اللي حصل. واليوم ميسي من اكبر اللعابه ديال كره القدم في العالم، في واحد من اكبر النادي في العالم، نادي اف سي برشلونه. العبره اللي خصنا ناخذوها من هذه القصه هي ان رغم ملي كنشوفوا ان كاع البيبان راهم مغلوقين، عندنا رب كيقول كن فيكون. خصنا غير نزعمو ونجتهدو ونتوكلو على الله، وربي غادي يرزقنا من حيث لا نحتسب رغم صعوبة الواقع ديالنا. هادي دعوة لينا باش نشجعو نفوسنا، نلقاو الطريق ديالنا ونلقاو داكشي اللي كيعجبنا ونخدمو فيه، حيت الا خدمنا في مجال كنبغيوه ما غاديش نحسو يوم اننا خدمنا، واكيد غادي نديرو الخدمة ديالنا احسن طريقة، وغادي ننفعو المجتمع ديالنا. نتمنى ان الحلقه عجبتكم. نتلاقاو في حلقه جديده وقصه وعبره اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.